خلينا نروح للاهلي، اي لان الاهلي والمصري بالسلوم ما كانتش او ما كانش الاداء الافضل، ولكن طلعنا بمكاسب قلنا منها مثلا مصطفى شوبير وزياد طارق وغيره. بس مصطفى شوبير، بما ان حضرتك طبعا برضو مدرب حراس مرمى، انا اللي فاكيد ماضي على استمارة صح؟ مصطفى شفت شوبير بقى على فكرة. ولسه عندنا طبعا ايسترن كومباني النهارده، عندنا لسه يعني سلسله من الماتشات برضو المهمه واللي بيبقى فيها تحدي وفرص للعيبه الموجودين، بما ان احنا عندنا غيابات كتيره جدا. فخلينا نبدا بالكوادر اللي فعلا ثبتت او اثبتت نفسها في الماتش اللي فات. بالمناسبه بتاعت مصطفى شوبير دي كان ليه حكايه معايا، انا وانا في قطاع الناشئين كان الكابتن احمد ماهر الله يرحمه كان هو مدير القطاع، فكان عندنا الاختبارات بتاعت قطاع الناشئين، فجيه كان دخل الاختبار فعجبني جدا، انا كنت لسه رايح جديد بقالي بتاع حوالي شهرين، فقلت لهم يعني انا شايف الحارس ده كويس مميز. جدا. فالكابتن احمد ماهر بص لي كده قال لي يعني انت شايف ان ده كويس؟ قلت له مين كابتن احمد؟ كابتن احمد ماهر الله يرحمه كان مدير قطاع الناشئين بالنادي تمام. الاهلي، فقلت له ومضيت على الاستمارة. فوجئت بعدها باسبوع لقيت مين اللي داخل اللي يمدي الاستمارة، ما هو بيجي اللاعب ووالده، لقيت الكابتن كابتن شوبير. احمد فقلت له ايه ده، هو ده ابن الكابتن شوبير؟ قال لي فيعني انا بالمناسبه ما كنتش اعرف ان هو ابن الكابتن شوبير، اسمه بالكامل وقتها يعني. لا هو عجبني كحارس ودخل الاختبار زيه زي كل الاولاد. وحجم رضاك بقى عن ادائه في المباراه اللي هو انت بتسال حضرتك هو طبعا كون ان هو يعمل مباراه زي دي، طبعا مصر بيستلم فرقه في الجدول موقفها يعني من الفرق اللي هي ترتيبها في الاهداف عامله نتائج كويسه جدا، فبالتالي يعني لما نيجي نشوف المصري للسلوم يعني رابع احسن فرقه في الترتيب بالنسبه لاقل فرق دخولا اهداف، وجايبين 37 هدف، يعني رابع فرقه حرزا للاهداف في المجموعه بتاعتها، ورابع فرقه اقل فرقه دخولا في اهداف، عندها لاين فورد كويس، عندهم ديفنس كويس وحارس مرمى كويس، ففرقه كويسه جدا. وترتيبهم في المجموعه برضك في مجموعه بحري واول مره يصعدوا الترتيب التاسع، يعني فرقه كويسه، عندهم مهاجمين كويسين، عندهم نص ملعب كويس، ففرقه من الفرق اللي انت برضك تعمل لها اعتبار. فبالتالي الفرقه ديت يعني والنادي الاهلي عنده كان مشكله الماتش اللي فات، عنده 10 لعيبه غايبين، الشناوي، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، حمدي فتحي، قفشه، السوليه، محمد عبد المنعم، عندك تاو في جنوب افريقيا، عندك علي معلول في تونس، علي نجم في مالي، ف 10 لعيبه اساسيين، بتتكلم على تيم كامل طبعا. فمصطفى شوبير نرجع تاني لحراسه المرمى، مصطفى شوبير اول ماتش يلعبه بقاله مده كتير ما لعبش، فكون انه يعمله بالمستوى ده عنده ثبات، اداؤه كويس جدا، اشتغل بالايد العكسيه واشتغل بالايد الجانبيه بشكل كويس جدا، تمركزاته ممتازه، التحرك تحت الثلاث خشبات بشكل ممتاز جدا، بدايه الهجمه عملها بشكل كويس، يعني الكوره لما بتجيله بيتعامل معاها مش متوتر ومش قلقان، لا تحس ان بدايه مشروع حارس كبير كويس. نتمنى له النهارده ان شاء الله التوفيق مع كابتن سامي قمصان. اكيد كابتن سامي قمصان من الكوادر الكبيره جدا في النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيعده زي ما عمل مع كابتن محمد يوسف وحصل مع النادي الاهلي على بطوله افريقيا، ومن المدربين الكبار جدا دلوقتي، زي ما حصل مع كابتن اسامه عرابي، زي ما حصل مع مجموعه كبيره من المدربين بدات بنفس الشكل. اتمنى لسامي النهارده باذن الله التوفيق، مدرب كويس ومحترم، ومعاه كابتن محمد شرف من المدربين اللي احنا اشتغلنا مع بعض كتير في قطاع الناشئين، فالاثنين هايلين ما شاء الله عليهم، وتحس ان اللعيبه في التمرين امبارح مع في حضور كابتن محمود الخطيب، كابتن زكريا، تحس ان في يعني ان شاء الله بدايه موفقه من النهارده باذن الله للماتش ده. عايزين.